اسم حضرتك يا حاج؟ طارق فتح محمد نجا ان شاء الله. يا عم طارق جاي النهارده معتصم، يعني شايف الخيمه دي من كام يوم؟ انا والله احنا جايين يعني على اساس شيء واحد بس، ان احنا خدنا كذا وعد بمحاكمه الخارجين على القانون ورؤوس النظام، ولكن كله ده كان مراجع وقهقها للضحك علينا، يعني بعبارة بسيطة ان بيضحكوا على الناس بعبارة بسيطة جدا. النهاردة خرج كم ضابط، بكرة كم وزير، بعده يبقى النظام كله اللي اتقبض عليه هنلاقيه برا وراضينا او غير راضينا. فاحنا النهاردة متواجدين ان شاء الله، مش النهاردة، احنا متواجدين في ميدان التحرير لحد ما دول يتحكموا باذن الله، مش النهارده. مفيش انصراف من الميدان. انا بحكم على نفسي انا ان انا مش ماشي من هنا الا لما دول يتحكموا ان شاء الله باذن الله. العفو. حد من الشباب عايز يقول حاجه؟ الشباب مرهق ومستعد لبكره. خد ال المطور، احنا لسه بنتكلم. شكرا يا حاج. العفو.